انا المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العظام روح الفريق دي اهم حاجه بالنسبه لنا وعودتها الثلاث نقاط مهمين طبعا انما روح الفرقه وروح المقاولين وطابع المقاولين العرب وروح المقاولين العرب دي اهم حاجه بنصلي لها ان شاء الله. اللي طلبته كابتن باشمهندس محسن طبعا من كابتن حسن شحاته في التعاقد معاه طبعا للوضع الجاي او الفتره الجايه. اهم حاجه عوده حسن شحاته للفريق هو عوده الروح للمقاولين العرب. ودي حاجه مهمه جدا لان اعتقد كل الناس شايفه ان شكل الفرقه اتغير والنهارده شكل الفرقه هي فرقه في المقاولين العرب فعلا واحنا ما نقدرش وما نسمحش ان احنا نكون اقل من كده. اكيد يعني اعتقد كمان انك دخولك للاعبين بعد نهايه المباراه دخول اوضه اللبس معاهم باشمهندس حضرتك بتحفزهم اكتر بترفع من معنوياتهم في مكافآت اكيد بالتاكيد ليهم طبعا. طبعا ودي اكيد وده طبعا ده اول ماتش مع كابتن حسن شحاته وان شاء الله هيكون مستمرين كده على طول انما احنا عايزين شكل الفرقه اساسا هو اللي يستمر. لان دي اهم حاجه بالنسبه لنا والروح هي اهم حاجه. نقدر نقول ان المطلوب من الكابتن حسن شحاته هو عوده فريق المقاولون في جدول الدوري الممتاز نقدر نقول بشكل نقدر نقول جيد ولا وصوله للقمه او نقدر نقول المنافسه على البطوله؟ اكيد طبعا اكيد احنا بس نظبط الفرقه ونعود نرجع لها روحها وبعد كده المنافسه تيجي ان شاء الله. مهندس محسن صلاح رئيس مجلس اداره النادي المقاولون العربي شكرا جزيلا. شكرا. ده كان لقاءنا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس اداره شركه المقاولون العرب. يمكن في ازمه شويه في موضوع المؤتمر الصحفي يمكن كابتن خالد القماش المدير الفني لاتحاد الشرطه كنا حاولنا نجري معاه لقاء ولكن هو متوتر بعض الشيء اكيد طبعا لخساره فريقه النهارده لكن احنا منتظرين نشوف المؤتمر الصحفي اللي هيتم فيه او هنجري لقاءات ثانيه اكيد متواصلين معاك ولا نعوده الى استوديو الملعب والكابتن احمد شوقي.